الإعلامي المتميز فين الرومي، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. خبرنا أكثر، نحن اليوم وين؟ أنا اليوم بصوت غد. شو المناسبة اليوم؟ اليوم ما بعرف يعني إذا نعتبرها مناسبة، أنا مبسوط كتير، بس اليوم صوت الغد هيك نحن مبسوطين وهن مبسوطين. عم بحكي عن التيم اللي جايين ننضم لألون بهيدا الجوين فانشر إذا فينا نسميها مع بعض، فعم نحتفل نحن وياكم وهيك نعتبر إنه جازرينج. أدي سعيد بانضمامك لأسرة صوت الغد. كتير يعني أنا كنت بقصة صوت الغد وهلأ راجع، ففرحتي عن جد اليوم ما بتنوصف. هل حتتغير طريقة عملك بصوت الغد عن طريقة عملك بمريدة أفقام؟ لا أبدا، هيدا أنا مثل ما بشتغل هونيك مثل ما بشتغل هون مثل ما بشتغل وين ما كان، معودين على بعض من قبل ورحت اشتغلت مثل ما أنا بحب وهلأ راجع مثل ما أنا بحب. بروغرامك الشهير درايف أت فايف حيستمر؟ أكيد حيرجع قريبا جدا. شو رسم بلان لجدول برامج صوت الغد؟ ليك في خطة كتير كبيرة لشبكة برامج جديدة، في تعديلات وفي تغييرات وفي برامج جديدة رح تنضاف، بس هلأ شوي بكير نحكي عنها لأنه هلأ المرحلة إذا بدك انتقالية، فعم فوت شوي بالأجواء، عم برجع منخرط، يعني عم برجع اتعود اقعد على الكرسي تبع مكتبي، عم برجع عرفت يعني بدها شوية وقت القصة. هل العرض اللي قدموا لك يا صوت الغد كان مغري جدا حتى قبلت دغري؟ اكيد عرض كتير منيح، بس انا ما بفكر اذا عرض مغري ولا غير مغري. يعني اعطيوك قيمتك الفنيه والمعنويه؟ اكيد اكيد. الاعلامي فين الرومي، انا بتمنى لك كل التوفيق وتشكرك على هذه المقابله. وشو بتحب تتوجه بكلمه لكل متتبعينك، شو بتقول لهم، شو حتقول عليهم؟ عم بزقفوا لي تطلع، يلا بدي اختم. تحية لهم جميعا وما كانوا عم بتابعونا، وان شاء الله قريبا نرجع نطلع عليهم. صوت الغد مدرسة طلب منا كثير اعلاميه، وبعدها مدرسة انا راجع اتعلم عن جديد بهالمدرسة وراجع لحتى اكون بين هالقصة الحلوة. وخليني اقول شغلة كثير مهمة، ما فينا نحكي كثير هلا، بس الايام اللي جاية رح تفرجي قديش اذاعة صوت الغد رح تبقى مدرسة لكل الإذاعات بلبنان والوطن العربي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضور كل الصحافة الإعلام والأصدقاء الزملاء عن جد المؤسسات الإعلامية المسموعة المرئية والمكتوبة. Thank you so much لحضوركم الليلة معنا، وأكيد نتابع سوا السهرة الموسيقية. مالك إذاعة صوت الغد الأستاذ وديع أبو جودي، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. هلو، سلمونا على خالد آغا وكل الستاف، يعطيكم العافية. قديش بيعني لك انضمام الإعلامي فيني الرومي لأسرة صوت الغد مجددا؟ هذا شيء مش غريب، فيني كان بصوت الغد وانطلاقته من صوت الغد، افترقنا 4 سنين وما اختلفنا بهالأربع سنين أبدا، وهلا فيني بيرجع على بيته الأصلي صوت الغد. شو هي السياسة اللي بتتبعوها بالإذاعة لحتى تضل مستمرة ونجاح تلو الآخر؟ هيدي مهمة جدا صعبة، ما في خبرك عنا بدقيقتين، بس هو عادة مش مهم توصل بالمراتب القوية والأولى، مهم تحافظ عليها. هاي هي صلنا 15 سنة بصوت الغد، قدرنا نحافظ على هيدي المراتب كلها، وهيدا الشيء عنده كتير 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 اشياء ورا، ما في خبرك يوم تروح بتسربهم. شو في شيء جديد عم تحضروه بصوت الغد؟ هون في شيء كتير. هلا اول شيء العالم اللي اشتقت لفيني رح يطلع ببروجرام درايف ات فايف، وعندنا شبكة برامج صيفية كتير حلوة، هذا اللي بقول لك اياه. قديش ريحتك عودة فيني الرومي لصوت الغد وشالت عنك حملة تقيل؟ كتير،
لأنه فيني أنا وفيني يعني من زمان. فيني كتير بيفهم علي بسرعة. بعلا رجعت فيني يعني بس تاخد جمعة هيك ليتأقلم، وأنا بدي سافر جمعة بدي ارتاح لأنه تعبت بهيدي المرحلة من الزمن. أهلا بفيني بصوت الغد ومرحب فيه وكل المستمعين ناطرينه كمان. أستاذ وديع أبو جودة، قديش معلق أمال أنه تتغير القناة للأفضل؟ لا هي عطول للأفضل يعني، هلا فيني بزيد عليها كتير، بس نحن ما بحياتنا قصرنا من زمان ونحن وجايين، حتى أطلقنا مورنينج شو جديد اسمه شو تايم، هيدا قبل ما يجي فيني. وهلا فيني كمان حضر اشياء بعتقد يعني منكمل بعضنا كلنا اكيد ان شاء الله. بتمنى لك التوفيق انت وفريق عمل كل اذاعه صوت الغد. شو بتحب توجه بكلمه اخيره عبر كاميرا ميوزك نيشن استاذ وديع؟ يعطيكم العافيه، نحن على طول نتبع ميوزك نيشن فيري بروفيشنال وهذا كل شيء. مبروك لنا ومبروك لكم لفيني.